عشان تتجوز؟ انا مستني اخلص MBA ونجيب شقه. ايه مواصفات الشقه؟ تقسيمتها متشطبه ولا على المحاره؟ المحاره دي اصلا. شفتوا كام شقه لحد دلوقتي؟ لغايه كام؟ بقى لنا سنتين. من لو قلت لكم انك ممكن تسكن قسط يبدا من 4500 جنيه. طب يلا ننزل نروح نشوف. طب ما تديها لهم ببلاش احسن. في حاجه تانية عايزين تقولوها؟ فيها باركينج؟ في اكيد. طب والمقدم؟ صغير. ديزاين اسبانيا 10 سنين. انا كده دبست وهتجوز. دجله لاند مارك. الشقه احلى في قلب مدينه نصر من معمار المرشدي.